بص، هي دي المود بورد عامة، يعني هي بتتكلم كلها عن السياحة، فحاسس ان احنا نزود حاجة ولا ده تمام؟ لا تمام قوي، بس وريني تانية كده. بص، في برضو دي في... شوفي، ربنا جابني بدري عشان اشوف الكارثة واكتشف كذبك اللي انت بتعمليه ده. قولي لنفسك بتكتبي عليا وتقولي هايدي محتاجاني في مشروع التخرج ولازم اروح لها النادي. يا كذابة، ده انور صاحب هايدي، وانا كنت قاعدة بفرجه الصور وهو بيساعدها هو كمان في مشروع التخرج، وهي راحت التويلت وراجعة. ايه الافورة دي؟ احترمي نفسك. ازيك يا طنط، عاملة ايه؟ اهلا يا هايدي، ازيك؟ انا الحمد لله كويسة. معلش يا طنط، تعبتك وتعبت اروى كمان معايا. لا مفيش مشكلة، انا فرجت انور على الصور كلها وبعتها لك. ميرسي يا اروى، بجد عن اذنكم. اتفضلي. صدقتي؟ انتي بتعملي ايه؟ بصورهم عشان ابعتها لمامتها. لا انا مش مصدقاكي. وجري قدامي هجيب الشنطه. ماما معلش. روحي يا اروى، روحي. ساكته ليه؟ مش عايزه اتكلم. ليه؟ صدقيني انا غلطانه ان انا سبتك تنزلي. يعني انت تخشي وتشديني من شعري وتعملي اللي انت عملتيه ده قدام الناس، وبتطلعي تليفونك وعايزه تصوري البنت وتبعتيها لمامتها؟ ايه الاسلوب ده؟ ايوه عشان مامتها تعرف. مامتها تعرف ايه؟ ما هي مامتها عارفه ان انور صاحبها وعادي. وعادي؟ اه عادي يا ماما، انت اللي عندك حاجات كتير مش عادي. وبعدين هو انت بتربيني على ايه؟ على الوشايه؟ وشايه؟ هو انا لما ببقى خايفه عليها تبقى اسمها وشايه؟ انا اتمنى لو مامتها لو شافتك بتعملي حاجه غلط تعمل اللي انا عملته. ايوه يا حبيبتي، هو فين الغلط؟ البنت قاعده في النادي في مكان عام مع صاحبها، فين المشكله؟ انا ما بحبش الكلمه دي. ما تحبيهاش يا ماما، مش لازم وجهه نظرك هي اللي دايما تبقى صح. انا دايما وجهه نظري صح وانتي مجرباها. فاكره لما علمتك تشربي شاي من غير سكر وقلتلك ما تخليش اللي يحكمك طعمه حلو ولا لا، خلي اللي يحكمك صحي ولا لا، وبعد كده اتعودتي ان تشربيه من غير سكر. هو ايه علاقه ده باللي احنا بنقوله اساسا؟ ليه علاقه طبعا، غيري وجهه نظرك وبصي الامور من زاويه تانية. انا مش انتي، وكفايه بقى كلام ملوش لازمه. انتي قللت الادب ولما بطلتيش ايه؟ هتعملي ايه؟ هتشديني من شعري تاني ولا هتعملي ايه؟ تصدقي انك قللت الادب وانا مش عايزه اتكلم معاكي تاني. ولا انا. ليلى، هو انا ممكن اطلب منك طلب؟ ايه؟ ينفع نتقابل بره؟ ليه يعني؟ انت عايزني في ايه؟ بره السنتر؟ يعني احنا يا ليلى مش هينفع نتقابل غير في السنتر. احمد ربنا اصلا ان احنا نتقابل في السنتر. يوه، كنت عرضتها يا اخي ليه كده؟ الو. يوه، الو، انا زهقت من الراوتر ده. خالد، خالد. 1 2 3. نيلي بتعملي ايه؟ ماما قالت نسيبه دقيقه قبل ما نشغله تاني. حطي الفيشه بسرعه، مفيش وقت. في ايه؟ لو ماما كانت وصلت قبلك هتبقى مصيبه. خلصتي مذاكره؟ وانتي خشي خدي الشاور بتاعك بسرعه. سيبيني الحق اخلص الشوط التاني. يلا يا نيلي، والنبي مش عايزه مشاكل. يا بنتي سيبيها، ماما قدامها ساعه وتيجي. لسه قايلين ان هما جايين في السكه. انا بعت القرو قايلين ان هما رايحين السوبر ماركت. هلا اخلص الشوط التاني. براحتك. متأكدة؟ ها؟ عيب عليكي بقى. اتفرجي يا ستي. اهدي كده وغيري براحتك. كي. انا بس لما لقيتك اتأخرتي قلت أمن وراكي. كنت بقى تسيبوني أكمل تليفوني؟ جدع يا لولا، ربنا يخليكي ليا. يخليكي ليا. يا جماعة ما تقلقوش، طول ما ليلى موجودة أنا صمام أمان البيت ده. ماما جت. وقعت على دماغك. النبي يا محمد تبعت لي الحاجة على طول، بلاش الساعتين والتلاتة اللي بتتأخرهم دول. انا لولا ان انا ما لقيتش مكان قدام المحل كان زماني اشتريت حاجتي وخلصت. ماشي يلا يا سيدي، باي باي. انا داخله اوضه. طب غيري عشان نتعشى. مش عايزه. انت ايه اللي منيمك هنا دي؟ نيلي، نيلي، نيلي. ايه يا ماما؟ في ايه؟ قومي يا حبيبتي، ايه اللي منيمك هنا؟ اصلا راحت عليا النوم عشان تعبت قوي. يا روح قلبي انا، قومي يلا عشان نتعشى. هاتي حاجتك، ما تسيبيش حاجتك على الكنبه. يا اروى ما تكبريش الموضوع بقى، قلت لك عادي بجد مش زعلانه. والله يا بنتي انا ما عارفه اقول لك ايه. بطلي هبل. هكلمك تاني. باي. ما جوعتيش؟ مش جعانه. هتنامي من غير عشاء يعني؟ هباكل قبل ما انام. شكرا. تصبحي على خير. انتي من اهل.
انت صح، ما كانش المفروض اصورها، كان لازم اكلم امها على طول، ما كانش قصدي اضايقك. خلاص يا ماما الموضوع خلص. ما انا عارفه انه خلص، انا بس حبيت اوضح لك. هو انت ما تعرفيش تقولي انا اسفه ابدا، انا غلطانه؟ ما تحترمي نفسك، انا عمري ما غلطت، انا بس جايه انكشك عشان افتح نفسك على الاكل. ماشي يا ماما. تزعليش، مش زعلانه. انت عارفه ان انا ماليش غيرك انت واخواتك، وانت الوحيده فيهم اللي تشبهيني. يا سلام، انت بتقولي لكل واحده فينا كده يا نودي وقت ما تحبي. بس يا بنت، وراكي ايه بكره؟ مريش حاجه. اشمعنى؟ يبقى الغسيل والتنظيف عليكي. حاضر. مش هتبطلي بقى تاخدي موبايلات منهم؟ حرام عليكي. عشان يعرفوا يناموا. انا اديتك موبايلك اخر سنه في الجامعه، ولا انت ناسيه؟ ما تيجي اخده كمان عشان تعرفي تنامي انت كمان. خشي نامي يا ماما. صباح على خير. بحبك على فكره. انا كمان على فكره. كولي. حاضر. صباح الفل. شفتي بقى الازعاج ده على الصبح؟ لا عايزه اخلص. انا نضفي بقى كويس. طب ساعديني بدل ما انتي واقفه ترغي كده. انت على الصبح بجد. بقول لك ايه؟ عايزاكي. لا فوقك، مش هديكي فلوس. لا فلوس ايه بس؟ عايزاكي تفكري معايا بجد هعمل ايه؟ في ايه؟ دلوقتي انا عندي بروفة المسرح بعد الجامعه. اتحججت بعد ميلاد سلمى طبعا وما وافقتش. طب ما اكيد مش هتوافق. طب هعمل ايه يا اروى بجد؟ دي الحاجه الوحيده اللي بعملها وانا مبسوطه يا اروى. لا فكك بقى من حوار البروفا بتاع النهارده ده، وابقي ظبطي جدول المحاضرات من الاسبوع الجاي وخلاص. واكدب؟ ده على اساس ايه يعني؟ خلاص هعمل كده. بس انا لازم احضر النهارده. فانا عندي فكره بقى. مش انت كنت عايزه تغيري الكفر والسكرين بروتكتور بتوعك؟ اه. خلاص. يبقى انت تقولي لي هتعدي على هند النهارده بعد الجامعه نعمل المشوار ده مع بعض، خش بروفه المسرحيه تستنيني الساعه دي بس، بعدين نطلع نروح نجيبهم ونرجع البيت مع بعض. واكدب؟ مش خاطري بيبي بقى. دلوقتي بقيت بيبي ها؟ ماشي، بس خلي بالك ان امك لو عرفت حوار التمثيل ده هتقلب عليكي جامد. ها؟ خلاص بقى. سيبيها على الله. يلا انا هنطلق. ماشي. شفتيش موبايلي؟ هتلاقيه ورا. يا نهار اسود. في ايه؟ ماما خدت موبايلي، سابت موبايلها. يا لهوي. ايوه ماما. هو انت ليه غيرتي اسمك على موبايلي؟ ايه ماما دي؟ لا يا ماما، انت سبتي موبايلك وخدتي موبايلي. خلاص بقى مش مهم، خلي موبايلي معاكي. هو ايه اللي مش مهم يا ماما؟ لا انا عايزه موبايلي. قولي لي انت فين؟ انت في الشغل؟ لا يا حبيبتي، انا مش في مكان الشغل اللي انت عارفاه. ايوه ابعتي لي طيب اللوكيشن، بس ابعتي لي اللوكيشن على رقمك انت وانا هتصرف. ماشي. هنطلع نقعد في ربع ساعه عقبال انكل عزم ما يخلص. معلش يا ماما مش قادر اطلع، من فضلك اطلع انت بس ما تاخرش عليا. عارف يا مران انا جبتك معايا من الصبح ليه؟ عشان مشوار الاسم يا بابا اللي ملوش اي لازمه. لا عشان عارفك وعارف دماغك، هتفضل كده تغل وتهري وتنكت. انا كلمته وقال ينفع نعمل محضر. يا بابا بعد المحضر برضه هم يشوفوا شغلهم يا مراد. يلا حبيبي نطلع نشرب حاجه، يكون انكل عازم يخلص ورديته ويكلمنا ننزل على طول. معلش يا بابا اطلع لوحدك، بس انا والله مزاجي وحش قوي النهارده. معلش. ماشي يا مراد. لا اله الا الله، يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم على الصبح. ايه ايه هو انت بتشوفيش؟ بتزعق ليه؟ ما انت واخد مكانين اصلا. هو اي كلام وخلاص واخد مكانين؟ الوسع ده كله اركني في اي حته. عايز تركني هنا بالذات في زفت كراكس تخدميه. ما حصلش حاجه خلاص. وانا هستنى لما يحصل. انا مش فاهمه المفروض اعمل ايه يعني؟ ما خلاص. انت بتتكلمي كده ليه اصلا؟ بس يا مراد خلاص. اتفضلي بقى حضرتك رجعي عشان اعرف اطلع.
ده انت اللي اداك رخصه ظلمك. اللي اداك انت رخصه ظلمنا احنا، ما انت ما بتعرفش تركن اصلا. يا شيخ ايه ده ايه ده؟ خير يا باشمهندس حسن، في حاجه ولا ايه؟ انت فين يا زبت من الصبح؟ موجود يا باشمهندس، بس كنت بجيب كوبايه الشاي. حصل خير. على فكره يا استاذه حضرتك هنا مفيش ركنه اصلا. ليه؟ اشتريته الشارع؟ امشي يا ابني من هنا بدل ما احبسك. ايه؟ تحبسيني؟ احبسك اه. روح يا رفعت، روح سيب شغلك يلا. ماشي يا هندسه، عموما هي اول ما هتطلع انا هحط اللماء ومحدش هيركن هنا تاني. حضرتك بقى تتاخري ولا ايه؟ ده مالك اتاخر ولا ما اتاخرش؟ ايه ده؟ استغفر الله العظيم يا رب. غريبه جدا جدا يعني وبتبجع. اتاخرتي ليه؟ اتاخرت ايه؟ ما هو بقاليش 10 دقايق. وبعدين انت واقفه هنا ليه اصلا؟ مش تعرفي منام؟ منام مين؟ كنت بتجري امبارح من العماره وسلمتي عليه. ايه في ايه؟ معرفش. لما الورق وقع منك انا مش عايز منك اي حاجه بس غير عنوانه. انت بتقول ايه؟ ابعد يا ابني من هنا. ايه يا مراد فهمني يا بابا؟ والله العظيم البنت دي تعرف النصاب وسلمت عليه امبارح وانا بديه الاوردر. نصاب ايه واوردر ايه؟ امشي يا ابني من هنا بدل ما اجيب لك البوليس. بوليس ايه بس؟ هو قال حاجه؟ بيكلمكم بادب. انا ما اعرفش حاجه يا ماما. والله العظيم يا بابا هي. امشي يا ابني من هنا. خلاص يا مراد خلاص خلاص يا حبيبي. قله ادب على فكره. مش قله ادب، ما تقولوش كده على ابني. وتصدق بقى انا الغلطان عشان من اول ما خبطيني كان لازم ابلغ البوليس على الخبطه دي. بس بقى زومي التاكسي حتى واقفه معاكي، ده القرف اللي بنشوفه على الصبح. خلاص يا ماما اهدي خلاص.